صدر أمر كريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية في الأول من رمضان، وبداية اختبارات مرحلتي المتوسطة والثانوية السادس من رمضان، فيما تحدد مؤسسات التعليم الجامعة الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات، على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك. أمر الكريم سيكون له بإذن الله أثر إيجابي نفسي واجتماعي، وبذلك أيضا على نتائج الطلبة ومستوى أدائهم في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك. أؤكد أن المعلمين والمعلمات وأعضاء التدريس والمدربين ينفذون أسبوعيا عمليات قياس وتقويم لنواتج التعلم لأعمال السنة لكل مادة ومرحلة وصف دراسي، فهي عملية مستمرة الهدف منها هي زيادة نواتج التعلم. بالإضافة إلى أن أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات أصبح الآن لديهم مهارات عالية وخبرة كافية في التعامل مع الاختبارات عن بعد. للحديث في هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو المستشار التربوي والتعليمي الاستاذ مسفر الهزاع. اهلا بك استاذ مسفر، مساء الخير. مساكم خير وحياك الله. يعني خلينا نتحدث في البدايه عن اهميه هذا القرار على سير العمليه التعليميه استاذ مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه مثل هذا القرار قرار صائب اولا، ويعكس حرص حكومه مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على كل ما هو في مصلحة المواطن والمواطن، ومن ذلك تقديم هذه الاختبارات التي تقديمها يؤدي إلى انسيابية سير العملية التعليمية التي عادة تنتهي بالاختبارات مباشرة دون وجود فجوة بين الدراسة وأداء اختبارات. هذا قرار صائب في محله. جميل. فوائد على يعني فوائد هذا القرار على الطلاب وكذلك أسرهم. ما لا شك في أنها فوائد عدة على الطلاب. أولا سد الفجوة اللي راح كانت تكون بين الاختبارات ثم انقطاع بين الدراسة ثم انقطاع ثم عودة الاختبارات، هذا يكون في فاقد تعليمي وتحصيلي عند الطلاب والطالبات في كافة المراحل. أيضا كون شهر الخير شهر رمضان عادة نتفرغ فيه المسلمون للعبادة أكثر من ذلك، سواء على مستوى الأسرة والطلاب والطالبات. إضافة لذلك أن يعقب بشهر الخير عيد الفطر المبارك، هم يعني موسم ترفيه وموسم ويوافق أيضا العودة للسفر سواء الداخلي أو الخارجي، كل هالأمور هذه توجد فجوة ليست لها أثرها السلبي ليس بالقليل على الطلاب وعلى أيضا الأسر. تعرف العشر الأواخر من رمضان بالذات يتفرغون للعبادة والاعتكاف إلى آخره والعمرة، أيضا موسم ديني رمضان، وأيضا بعد ذلك يعقب عيد الفطر المبارك، فهي لها تأثير سلبي على الجميع. أيضا حتى المقيم من لديه طلاب وطالبات يدرسون في مدارسنا لها أيضا. جميل. وهذا يجعلنا نتحدث عن يعني الحفاظ على الحصيلة المعلوماتية لدى الطالب. جميل. يعني كيف تنظر لأهمية هذا؟ جميل جدا، لأن تكون في انسيابي على طول، تنتهي دراستك تلجأ الاختبارات مباشرة، ما يكون في فجوة أو تسرب معلومات أو سميها اللهم صل على محمد فاقد في المعلومات التي لدى الطلاب والطالبات، يكون الناتج أجمل أكيد وأقوى وتحصيلهم ونتائج اختباراتهم أفضل بإذن الله تعالى. بإذن الله. أستاذ مسفر، فيما يتعلق أيضا بالطرق المختلفة لتهيئة الطلاب وإعدادهم لأداء هذه الاختبارات. جميل جدا. لأداء الاختبارات يعتمد على عنصرين، العنصر هو الطالب نفسه والأسرة. رسالتي للأسرة هي يعني بالدرجة الأولى عدم الشحن المعتاد أثناء اختبارات لأبنائهم وبناتهم الزائد عن اللازم، توفير الجو المناسب من ناحية المكان للدراسة، الجو، التهيئة، جميع الجوانب التي تساعد الطالب والطالبة على أداء اختباره بسلاسة.
اختيار الطالب نفسه للوقت المناسب للدراسة، وضع جدول يومي للدراسة، التنويع، التبكير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك الأمة في بورك في بكورها عفوا. فعندما ينام الطالب والطالبة يقوم مذاكرته بعد ما يقوم من النوم أفضل بكثير من أنه يسهر ويرهق ذهنه ويكون تحصيلها أقل. لا حديثها يطول، لكن هذه النقطة مهمة، يعني يمكن حتى بعض الأسر يغفلون هذا الجانب، أنه الطالب يكون في مستوى راحة أكثر مما يعني، أو يلغي هذا الجانب مسألة النوم، الراحة النفسية وغيرها، ويدخل في مرحلة الضغط صحيح السهر، وهذا له تأثير سلبي أكيد. عكس يعني هذا الأمر أكيد أكيد، أن حتى بعضهم يواصل يمكن الليل كامل ما نام من أجل يظن هذا في مصلحته وأنه تحصل، بالعكس هذا يأثر سلبا على تحصيل الدراسي. وأنت تقول أستاذ مسفر أنه يعني الراحة أفضل من أنك تسهر مثلا. نعم نعم، النوم المبكر وتصحى مبكر ف جميل. يكون الذهن فيما يتعلق يعني كأنت كمختص أستاذ مسفر مستشار تربوي وتعليمي، النصائح لأبنائنا الطلاب للاستعداد في هذا الجانب؟ طبعا النصائح في ظل جائحة كورونا والتعليم عن بعد أصبح الدرجات اللي تعطى للطالب في الاختبار أقل من المعتاد، فيعني هناك لا يعول على الاختبار بشكل كامل، في مشاركته أثناء الدرس، في حضوره إلى آخره واجباته. المرحلة الابتدائية أعتقد المتوسطة في 10 درجات تعطى، فالتركيز فيها يعني يكون ليس يمثل ضغط عليه. أنا أوجه كلمة لكل طالب وطالبة، لا تجعل هذا الاختبار شبح، اجعله تحصيل حاصل. أنت استعديت وحضرت وناقشت وشاركت، اعتبره تحصيل حاصل لما قدمته أثناء هذا الفصل الدراسي، وبالتالي النتيجة إن شاء الله إيجابية وليس آخر حدث في هذه الدنيا. يعني أكيد 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 نعم، هو مجرد تحصيل حاصل، وكل ما كان هادي في أدائه في فهم للأسئلة أثناء وقت الاختبار، قراءة السؤال مرة ومرتين، أنه يكون فهم السؤال نصف الإجابة، كل هالأمور هذه تؤدي بإذن الله إلى نتائج جيدة بإذن الله. أشكرك المستشار التربوي والتعليمي الأستاذ مسفر الهزاع، شكرا لك. الله يسعدك أستاذ، شكرا.